يا هلا وسهلا فيكم من جديد. هذا الهاشتاج للتواصل معنا في تويتر، وهذا الرقم الخاص بنقطة نظام اليوم. الشباب أكد تفوقه، والله سمو ديكا قول وفعل، قال بلعب الجولة الأخيرة أنا أبغى النقطة 16. فاز اليوم الشباب بهدفين مقابل لا شيء، وكانت النتيجة قابلة للزيادة لو ماري حالف التوفيق. الهدف الأول، جماهير الشبابية الباحثة عن الهدف الأول، الكرة تصل الآن، محاولة خطيرة خطيرة للشباب، يحاول متعب، كرة عرضية من جول، جول، وجاء الهدف الأول للليث الأبيض عن طريق جون ماري. يا سلام يا سلام. شوط المباراة الثاني، شوف المحاولة، شوف اللمسة، شوف الكرة، شوف العرضية، شوف متعب الحربي. يا سلام يا سلام. الليث في هذه الأوقات، الكرة من نواف العابد ذكية، ولكن الكرة تتخلص، تعود الآن خطيرة. الله 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 يا باولينيو، شوف المحاولة، شوف اللمسة، شوف الرزية على طول، أوبا في الجول. سواها سموديكا، ها؟ قولوا فعل.